إلى شطر الله والورود عليه والنظر إليه والشهادة بين يدي أصل الفطرة هو الإقرار بالافتخار والخضوع بالاختيار بين يدي الله الملك العزيز المختار عصر الإحسان هو إظهار العبد معنى الله وشكره في كل الأحوال وجميعها يعني عصر التجارة هو حبي به يستغني كل شيء عن كل شيء وبدون يفتقر كل شيء عن كل شيء وهذا ما رقم من قلم أزمي أصل الإيمان هو التقلل في القول والتكثر في العمل ومن كان أقواله أزيد من أعماله فاعلموا أن عدمه خيرا من وجوده وفناءه أحسن من بقاء أصل العافية هو الصمت والنظر للعاقبة والانزواء عن البرية أصل الهمة هو إنفاق المرء على نفسه وعلى أهله والفقراء من إخوته في دين رأس قدرة والشجاعة هو إعلاء كلمة الله والاستقامة على حب أصل كل الشر هو إخفاء العبد عن مولاه وإقباله إلى هو أصل النار هو إنكار آيات الله والمجادلة من ينزل من عندي والإعراض عنه والاستكبار على أصل كل علوم هو عرفان الله جل جلاله وهذا لن يحقق إلا بعرفان مظهر نفس رأس الذلة هو الخروج عن ظل الرحمن والدخول في ظل الشيطان أصل الكفر هو الشرك بالله والاعتماد على ما سواه والفرار من قضائه رأس كل ما ذكرناه لك هو الإنصاف وهو خروج العبد عن وهمه والتقليد والتفرس في مظاهر الصنع بنظر التوحيد والمشاهدة في كل الأمور بالبصر الحديث أصل الخسران أصل الخسران لمن مضت أيامه وما عرف نفسه كذلك علمناك وصرفنا لك كلمات الحكمة تشكر الله ربك في نفسك وتفتخر بها بين العالمين.